المشكلة عندنا الآن في الإفتاء في الفتوى. من الذي يفتي الآن؟ من؟ جوجل. جوجل هو اللي يفتي. إذا أشكلت عليه مسألة يذهب إلى جوجل، صحيح؟ هل جوجل عالم؟ هل أمر الله بالرجوع إلى جوجل؟ ثم جوجل على ما تريد أنت، أنت إيش تريد؟ تريد الربح حلال؟ اكتب لجوجل الأدلة على جواز الربا، يخرج لك مجلدات أدلة. تريد الربا حرام، اكتب لجوجل الأدلة على تحريم الربا، يخرج لك الأدلة. حتى إبليس لو تكتب لجوجل الأدلة على أن إبليس ليس في النار يعطيك أدلة. نعم والله. إذن كيف تستفتي جوجل؟ نعم. لو تقول لجوجل الأدلة على أن إبليس ليس في النار يعطيك أدلة أيضا وأقوال. إذا لا يمكن أن نستفتي جوجل، نستفتي العلماء الربانيين. لا تدخل أي موقع في جوجل، لا تدخل موقع مضمون 100%. الآن إذا مرضت هل تذهب إلى أي طبيب؟ لا، تبحث عن أعلى طبيب تذهب إليه، يكتب لك دواء، تشتري الدواء، تأكل الدواء. لا، ماذا تصنع؟ تقرأ الوصفة، الورقة التي داخل الدواء، تتأكد 100%. طيب الدين الآن لماذا لا تتأكد منه؟ إذن احذر من أن تستفتي جوجل، استفتي كبار العلماء.